صباح الخير مشاهدينا في كل مكان، جولة في عالم صاحبة الجلالة وقراءة لأبرز وأهم الأخبار الصادرة في صحف القاهرة صباح اليوم الجمعة. معانا في هذه الفقرة الحوارية الكاتب الصحفي طارق درويش، رئيس تحرير بوابة التايم المصرية. صباح الخير يا أستاذ طارق. صباح النور يا فندم. نبدأ بالخبر الأبرز من جريدة الأهرام وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بريطانيا، والعناوين الرئيسية بتقول مصر وبريطانيا خطوة إلى الأمام، السيسي يدعو إلى تحالف الشعوب والحضارات لمواجهة التطرف والكراهية، لندن تعلن مراجعتها لجماعة الإخوان قبل نهاية العام. بالتأكيد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبريطانيا لها أهمية كبيرة في يعني تاريخ العلاقات بين البلدين، في مدى فتح أفاق جديدة للاستثمار، أيضا تدعيم العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين. تعليق حضرتك إيه على أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لرئيس السيسي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مساء أمس؟ وطبعا زيارة السيد الرئيس إلى بريطانيا لها معاني ولها أهداف استراتيجية كبيرة جدا، ان الرئيس السيسي عايز يقول للعالم كله ان مصر بتفتح زراعيها لكل العالم، وان هي ما عندهاش عداءات مع اي دوله في العالم، حتى وان كانت هذه الدول تكن في داخلها احقاد لمصر او خلافه، الا ان مصر بتتجاوز، هي مصر الكبيره، مصر القادره على تخطي الصعاب والعراقيل اللي بتوضع امامها، وان انا جاي هنا بريطانيا علشان افتح صفحات جديده مع بريطانيا. والصفحات ديت ليها جذور قديمه طبعا، الرئيس السيسي يعلم تماما بان بريطانيا هي اكبر الاستثمارات في مصر في شعوب دول الغرب، وراح بريطانيا علشان يبين ويؤكد ان مصر فيها استقرار، مصر فيها اقتصاد قوي، مصر فيها طموحات لمزيد من الاستثمارات في لإنشاء الشركات والتبادل التجاري وغيره من المشروعات العملاقة في مجال الصناعات وغيره، وإن مصر ما عندهاش إرهاب زي ما بتروج بعض الدول، وإحنا مصر هنا في عندنا حالة استقرار قادرة على استيعاب كل الأهداف اللي بتهدف إلى رفع مستوى الأداء الاقتصادي على المستوى الدولي وعلى المستوى الداخلي كمان. فيما يتعلق بالتعاون الأمني بين البلدين وملف التعامل مع الإرهاب في مصر، يعني تصريحات الرئيس السيسي بتصب في اتجاه أنه ضرورة تحالف الشعوب والحضارات لمواجهة الإرهاب، ولابد من دعم استقرار الدول والنظم السياسية فيها منعا لحدوث فوضى. برأيك مدى استجابة الجانب البريطاني لذلك، خصوصا أن بدأت هناك مطالب في البرلمان البريطاني بمراجعة الموقف البريطاني تجاه جماعة الإخوان؟ وطبعا بريطانيا تعلم تماما بأن الإرهاب لن يستهدف منطقة الشرق الأوسط بس، ولكن يمكن أن 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 يطول دول الغرب بالكامل، وأن قبل كده حصل في فرنسا ودول كتيرة جرائم إرهابية بشعة قامت بها الجماعات الإسلامية المتطرفة الإرهابية، ودي رسالة من الرئيس السيسي أن مصر بتواجه لوحدها الإرهاب، على العالم كله أنه يتكاتف ويكون متضامن مع مصر في موقفها في مواجهة الجماعات الإرهابية اللي هي بتسعى إلى التخريب من أجل تحقيق هدف أساسي بالنسبة لها، هو إسقاط منطقة الشرق الأوسط في أيادي الغرب. وإن كنت أنا مش متفائل قوي بأن بريطانيا تاخد موقف من جماعة الإخوان المسلمين أو الجماعة الإرهابية على وجه التحديد، لأن بريطانيا هي في الباطن هي الداعمة الأساسية لإرهاب الإخوان والحركات والجماعات الإخوانية الإرهابية المتطرفة اللي هم الهاربين خارج مصر، معظمهم بيشتغل في بريطانيا وبيخطط في بريطانيا، وده بتمويل قطري وتمويل تركي وكمان برعاية أمريكية كاملة.
وبالتالي انا شايف ان هو الرئيس السيسي عايز يقول لهم ان الارهاب بس مش هيطول مصر لوحدها، لا ده هيطول العالم كله. نعم. وعلى العالم كله ان هو يتضامن ويتكاتف في مواجهه مثل هذه الاعمال التي ستاكل الاخضر واليابس، وان مصر قادره على سحق الارهاب، وان احنا هنا ما عندناش مشكله، احنا عندنا استثمار، عندنا استثمارات وعندنا امن وعندنا كل حاجه. انا جاي بس عشان العالم كله يعرف ان احنا تخطينا مرحله ان الاخوان ياثروا على الشان الداخلي في مصر، او ان هم يعملوا يطلقوا شعاعات من بره مصر. لا، المرحلة دي احنا عديناها تماما، وعندنا خريطة طريق. مرحلة في المرحلة الثالثة بتتم دلوقتي البرلمان، واحنا عندنا استقرار وقادرين على تجاوز المحن، وان مصر بطبيعتها وتكوينها هي دولة العمق الاستراتيجي للأمن الوطني العربي، وهي دولة المناخ الاستثماري المناسب للعالم كله. احنا بنفتح ايدينا للعالم كله ان هو يجي ويستثمر عندنا ويعمل مشروعات والدول تستفيد بعيدا يعني عن الارهاب. حضرتك اتكلمت عن الاستثمار، ايضا الجانب الاقتصادي من زياره الرئيس لبريطانيا ولقائه مع المدير التنفيذي لشركه بريتش جاز ودعوته لمزيد من الاستثمارات البريطانيه في مصر، براي حضرتك رد الفعل البريطاني تجاه الاستثمار في مصر في الوقت الحالي كيف تراه، كيف تقيمه، خصوصا بعد زياره الرئيس الى هناك؟ طبعا بعد زياره الرئيس السيسي وعلم بريطانيا بأن مصر عندها قدرة استيعابية كبيرة جدا لكسب مزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة والكهرباء والغاز وخلافه، وأن احنا عندنا هنا إجراءات ميسرة جدا لجذب هذه الاستثمارات، وما عندناش مشاكل خالص تعوق هذه الاستثمارات، بل بالعكس مصر الدولة الوحيدة في العالم كله اللي عندها أدوات وعندها مناخ ملائم جدا لإقامة المشروعات العملاقة وإقامة المشروعات المتوسطة المدى، ويعني عندنا اقتصاد بدأ ينمو بشكل محترم جدا ويواكب المرحلة اللي احنا فيها، وأنا شايف أن مصر في تقدم وفي ازدهار وأنها قادرة على تجاوز المحنة ديت، وإن كانت احنا بن 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 بنعاني في على الشأن الداخلي في امور بسيطه جدا، ان شاء الله يتم تداركها وان مصر هتبقى قد الدنيا زي ما الرئيس السيسي قال. طيب يعني بما اننا بنحلل اخبار الصحف الصادره صباح اليوم، فممكن تكون بعض الاخبار يعني قد تجاوزتها الاحداث، او يعني زي ما بنقول في تضارب في الانباء بشان قصه تجميد بريطانيا لرحلتها الى شرم الشيخ. يعني الاخبار بتقول ان مكتب ديفيد كاميرون اعلن استئناف الرحلات من شرم الشيخ، تمام، مش من وإلى، لا يعني لا فبس لا. من كفر الشيخ، شرم الشيخ. طيب جريدة الأخبار بتقول بعد تجميد الحكومة البريطانية رحلتها لشرم الشيخ، الرئيس يجتمع مع زعزوع ويطالب الحكومة بالتحرك لمواجهة تداعيات القرار، غضب وقلق بالجناح المصري في بورصة لندن السياحية. يعني حضرتك بتقول دلوقتي إن في تطورات في هذا الشأن، طبعا. لكن خلينا نتكلم على يعني احتواء الأزمة، يعني لا شك إنها تعتبر يعني أزمة ومصر أدارتها بشهادة العالم كله يعني بمنتهى المهارة، لكن كيف يمكن يعني زيادة تدفق السائحين إلى مصر، العمل على مستقبلا، خصوصا أن في بورصة لندن دلوقتي للسياحة وجناح مصري طبعا هناك مشارك بقوة ومهم جدا لجذب الاستثمارات السياحية. وحضرتك في الجزئية بتاعت إعادة الرحلات، أنا شايف أن بعض الدول الغربية حاولت تطلق شائعات مغرضة ضد مصر وتقول ان الطائرة المنكوبة الروسية دي كان على متنها قنبلة وتفجرت، وكلم في الكلام ده اوباما الرئيس الامريكي، وبرضو بريطانيا كانت مولية في الاتجاه دوت، ولكن لما الرئيس بوتين خرج على العالم كله ونفى ان مصر ممكن يكون فيها ارهاب او ممكن يكون على 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 جسم الطائرة قنبلة وتفجرت، طبعا هم اذا كان صاحب الشأن اللي هو الرئيس الروسي بيقول مفيش قنبلة وانتوا بتتكلموا امريكا وبريطانيا بتتكلم على تعليق الرحلات او ضرورة وقف الرحلات من او الى شرم الشيخ، ده كلام كله شائعات مغرضة الهدف منها
كان التأثير على الموقف المصري وعلى السياحة المصرية وعلى الاستثمارات اللي ممكن مصر تقدر تكتسبها. أو لما يخرج كلام زي كده يعني استباقا لنتائج التحقيقات من الجانب البريطاني على لسان وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند ومن الرئيس الأمريكي باراك أوباما وروجت لي أيضا وسائل الإعلام الأمريكية وقناة سي إن إن، ده بقى ده برأيك يعني بيدل على إيه؟ ده يدل على إن حاجة، إن أنا لما اتكلمت معاك في الأول وقلت لك إن هم الراعي الرسمي لجماعة الإخوان الإرهابية وإن هم بيدعموهم فكريا ويدعموهم ماليا ويدعموهم بالسلاح ويدعموهم بالتدريبات، ده كله الشغل ده كله بيتم في أمريكا وفي بريطانيا، بدليل ان الناس الارهابيين الهاربين هناك دول بيشتغلوا ومفيش حد بيقول لهم انتوا بتعملوا ايه، ولا الحكومة البريطانية قبضت على الإخوان هناك ولا أمريكا منعت التعامل مع الجماعة الإرهابية اللي موجودين في أمريكا، بالعكس بينهم يعني بحرية مطلقة بيتحركوا وبيشتغلوا في مواجهة مصر. فتمثيلية ان احنا بقى يعني لنا موقف عشان في قنبلة واتفجرت دي كلها شائعات مغرضة، القصد منها هي النيل من بتوضح الاستقرار في مصر. طبعا احنا امريكا بالذات. طيب جريدة الاخبار ايضا يعني قالت بوتين يقول لكاميرون أسباب سقوط الطائرة الروسية يجب أن تستند إلى معلومة موثقة، وثمانية دول أوروبية تقرر استمرار رحلتها لجنوب سيناء ولا تغيير في خطط الأفواج الروسية. أعتقد الموقف الروسي اللي هو صاحب الشأن نفسه طبعاً بيجب أي تصريحات في هذا ما هو احنا اتكلمنا من قلت لحضرتك دلوقتي، قلت لك إن الرئيس بوتين اللي هو الطائرة المنكوبة يعني روسية قال ان مفيش على الطائره قنبله وان مصر ما فيهاش ارهاب، ده دليل على ان الرئيس بوتين بينفي ان مصر فيها ارهاب. نعم. وانا بقول لك واقول لحضرتك قول للمشاهدين قول مصر كلها فعلا مصر ما فيهاش ارهاب وان اللي بيحصل ده الفرقعات اللي هي الجانبيه وقتل الضابط والكلام ده كله ده كله خلاص ده يعتبر نهايه الاخوان في مصر وانتهاء مرحلة كانت سيئة في تاريخ مصر. نروح للأخبار يعني أكثر محلية ومن جريدة الوطن. القاهرة تستعد للأمطار بخطة الطوارئ، والجيزة تقول نجحنا في أول اختبار، والعدلي بيقول دفعنا ب 15 سيارة تابعة لهيئة النظافة لشفط المياه من معظم مناطق المحافظة. الأرصاد بتقول الموجة الباردة تنكسر غدا وطقس سيء جديد الأربعاء. توقف خط مترو حلوان المرج 120 دقيقة بسبب عطل كهربائي، والقوات المسلحة تخلي 250 متضرر بوادي النطرون والإسكندرية تتعافى. كلها أخبار الحقيقة بتتكلم عن آثار وتداعيات الطقس السيء اللي ضرب محافظة الإسكندرية وعدد من المحافظات الأخرى. تفتكر إن يعني اتعلمنا من درس الأولاني إسكندرية هل في تحرك إيجابي هذه المرة؟ طبعا هي الأجهزة التنفيذية في القاهرة وفي الجيزة وبعض المحافظات بدأت يعني تشتغل في سكة ان هي تطوير محطات الصرف، وفي طوارئ وفي عربيات شفط وفي لجان متخصصة في متابعة مثل هذه الكوارث، وان في 15 سيارة في القاهرة والجيزة نفس الكلام، ومعظم المحافظات بدأت تشتغل على الأرض وبدأ التنفيذيين يتعاملوا مع واقع بقى مش مع حاجة في الهواء يعني. طيب جريدة الجمهورية بتتكلم عن خبر متعلق بقانون الخدمة المدنية الجديد. الخبر بيقول اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية خلال ساعات ضم جميع العلاوات للأجر الوظيفي لحظة صرفها و2.5% علاوة تميز علمي مع احتفاظ العامل بحوافزه. يعني تعليق حضرتك ايه على هذا القانون المثير للجدل وما أثاره من تداعيات وآراء معارضة ويعني غضب في بعض القطاعات؟ طبعا لازم يكون في غضب لان النسبه بتاعت العلاوات ضئيله جدا ولا تضاهي الاجر الطبيعي اللي المفروض الموظف بياخده، على اعتبار ان الموظف برضه ليه اسر وبيعاني وان العلاوه الضئيله ديت لا تكفي حاجته، ولابد ان الدوله تتحرك في اتجاه ان هي ترفع من شان وقدر الموظف في شتى قطاعات الدولة. نعم. لأن في الأول وفي الآخر هو العنصر البشري هو العنصر القادر على تحقيق التنمية والقادر على
الأداء. وبالتالي أنا النهاردة لو ما اهتمتش بالعنصر البشري وأقمت بنية تحتية، مين هيشغل البنية التحتية دي إلا الموظف اللي لابد اللي أنا أوفر له الأجر المناسب لأداء مهام عمله. وطبعا ده مطلوب من الدولة أن هي تتحرك في معالجة بعض السلبيات في قانون الخدمة المدنية، وأن هي في الآخر تبص أن الموظف ده مواطن مصري لابد أنه يكون ليه حياة كريمة، ولابد أنه هو ينعم ب مستوى من إنتاج المناسب الإنتاج مناسب. لا كمان الإنتاج اللي هو بيديه لابد أنه ياخد عليه مقابل مناسب جدا. أنا مش عايز أقول أني نقرب المسافات ما بين في الأجور، لأن إحنا عندنا تفاوت رهيب جدا في بعض المؤسسات. وأنا مش عايز يعني أدي أمثلة، ولكن أنا أقول ولابد أن إحنا نخرج عن الإطار العادي بتاعنا ونقول يعني القضاء في مصر بيتقاضوا قد إيه، المهندسين في البترول بيتقاضوا قد إيه، العمال في مجالس المدينة والموظفين في مجالس المدن بياخدوا قد إيه، في فرق شاسع جدا، تفاوت رهيب جدا. وما ينفعش إذا كنا بندور على عدالة اجتماعية حقيقية لابد أن يكون فيه تقارب في المستوى، مستوى الأجور، وكمان نخرج عن ان لازم الدولة فيه كمان في حاجة. بس انت كلام حضرتك معناه ان احنا بنستوي ما بين القاضي والعامل؟ لا لا لا، لكن البعض ممكن يقول ان يعني في برضو تدرج في المستوى العلمي. لا 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 لا، ما قلتش كده. انا بقول يعني القاضي على منصة الحكم بتاعه او القاضي اللي بيؤدي جلسات في المحكمة بياخد اجره بالكامل. العامل في مؤسسة الدولة على سبيل المثال في وسائل الإعلام وخلافه ما بياخدش اللي هو الـ 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 الأجر المناسب بتاعه. على الرغم من ده بيؤدي عمل وده بيؤدي عمل، ولكن عايزين نقرب المسافات ويكون ما يكونش في فجوة في في طيب البعض المناسب. بيقول إن هذا القانون بيربط العمل بالإنتاج، يعني هل بتعتقد ان هذا الراي فعلا صح؟ انا ما كنت قريت اللائحه الخاصه طبعا بتاعنا. طبعا احنا ناقشناها. اقول لحضرتك على حاجه، انا مع ان الانتاج يتربط بالاجر، ولكن انا يعني دلوقتي اللي يتخاذل في اداء مهام عمله اوقع عليه العقوبات المناسبه، واللي بيشتغل انا اديله الاجر بتاعه المناسب. وما سويش ما بين الاثنين خالص. نعم. هو ده الامر بيحتاج ايه؟ رقابه داخليه داخل مؤسسات الدوله. العيب فينا احنا كمصريين ان عندنا الرقابه الداخليه في الدوله رقابه غايبه خالص جدا، وما عندناش رقابه. طب هل بتعتقد انه بعد تشكيل البرلمان الجديد ممكن يكون هناك مناقشه لهذا القانون او مراجعه ليه مثلا؟ طبعا 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 في نواب وانا اعرفهم يبتدوا يعملوا مشروعات قوانين للتعديل، وما اعتقدش ان القانون بالحاله ديت، قانون الخدمه المدنيه على حالته ديت، ينفع ان هو يحل مشكله الدوله ابدا. نعم. ابدا. يعني منين واحد بيشتغل حضرتك وبيأدي انتاج وانت النهارده بتيجي في النهايه تعاقبك، يعني انت كمان ممكن تعاقبه. لا، انا اجي على المقصر في جهه العمل معلش واقطع رقبته. اه يعني ما بيشتغلش روح اقعد في بيتك. بس. طيب نروح لجريدة اليوم السابع، وخبر بيتكلم عن استرداد الأموال بالخارج للمرة الثانية. تشكيل لجنة جديدة لاسترداد الأموال بالخارج، 7 لجان قضائية وشعبية سابقة تفشل في استعادة مليم واحد من فلوس المصريين والإخوان وراء وقف الاسترداد. الحقيقة يعني الملف ده فعلا عليه علامات استفهام كبيرة جدا، خصوصا أن يعني دولة زي تونس مثلا بعد الثورة استردت أموالها من الخارج ونجحت في ده، فليه إحنا عندنا في مشكلة في استرداد الأموال؟ طبعا إحنا عندنا مشكلة، لأن إحنا عندنا اللجان اللي بتشتغل ما عندهاش القدرة على أن هي يكون عندها فحص وإدراك لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، وما عندناش كمان متابعة مستمرة لهذا الملف. في 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 وجود الرئيس المعزول الإرهابي مرسي طلعت لجان بره مصر عشان تجيب الفلوس دي من الخارج، ولكن هم خرجوا بره مصر عشان يعملوا توازنات ومؤامرات ازاي الفلوس دي تخش جيوبهم الخاصه، وبالتالي هم فشلوا. انما النهارده احنا في وجود رئيس الجمهوريه والرئيس السيسي لابد ان اللجان ديت يكون عندها سلطه ان هي البحث والتنقيب عن الاموال ديت، وان احنا ما نسيبهاش ابدا، لان فلوس مصر كلها واستثمارات مصر في 30 سنه فاتت معلش هي موجوده في بنوك سويسرا وامريكا وغيرها من الدول. طب هل ملف استعاده الاموال من الخارج ممكن ان يتداخل مع
ما يثار حاليا من التصالح مع الفاسدين، يعني في جدل حول هذا الامر. لا لا اقول لحضرتك على حاجه، الكلام على المصالحه مع الاخوان المسلمين يبقى احنا ناس بنضحك على نفسنا. مش بتكلم على الاخوان، انا بتكلم على التصالح مع الفاسدين. ما هو اقول لك على حاجه، ترد الاموال اللي خدتها مقابل ان انا اتصالح معاك. لا هو دلوقتي انا بتكلم في المصالحه بوجه عام، يعني المصالحه لان النهارده انت عندك من المهربين برضو فلوس مصر في السنه اللي فاتت دي، اللي هي السنه العقيمه اللي كان رئيسها مرسي، فلوس مصر برضو الاخوان خرجت، خيرت الشاطر وحسن مالك والناس دي كلها خرجوا فلوس مصر وكانت بتسرق تحت وطئه الرئيس المعزول مرسي ده. انا بكلمك على كده، يعني ان ما ينفعش مصالحه مع الفاسدين باي شكل من الاشكال، بل بالعكس ان هم ينبغي على الدوله ان هي تقدمهم للعداله وتحاصرهم من كل جانب وفي كل مكان حتى يمكن استرداد هذه الاموال التي يمكن ان تنعش الخزينه المصريه. طيب الخبر الاخير من جريده المصري اليوم، الحكومه تدعم زراعه القمح ب 1300 جنيه للفدان و400 لطن القصب، الصرف مقدما لتشجيع الفلاحين على زياده المحصول. يعني تعليق حضرتك ايه على هذه السياسه الجديده في مجال الزراعه، وخصوصا ان محاصيل استراتيجيه زي قصب السكر زي القمح؟ طبعا القمح من المحاصيل الرئيسيه للمواطن المصري، يستخدم منها في انتاج الخبز والكلام ده كله، فلابد ان الدوله تحفز الفلاحين وتديهم حوافز في مقابل ايه توريد القمح للدوله، علشان يبقى عندنا مخزون يكون قادر على مواجهه التحديات في توفير الخبز والمنتجات القائمه على القمح، وكمان زيادة توريد قصب السكر إلى الدولة للمزيد اللي يمكن استثماره وممكن تصديره للخارج، يجلب عملة صعبة للبلاد ونزود في حجم الاستثمارات المصرية في هذا الشأن. وأنا شايف أن دي خطوة كويسة وان الدوله علينا تدعم المزيد من هذه القرارات. يعني شرفتنا استاذ طارق درويش، رئيس تحرير بوابه تايم المصريه، شكرا لحضرتك. شكرا فندم. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وبعده وقفتنا مع الجوله الرياضيه واخبار عالم الكره والملاعب.